ma wajar na nana ma faral da kuna ke أنه لا سبيل إلى تحقيق مواطنة جامعة إلا من خلال استراتيجية بسلم، فبدون سلام لا حقوق، لأن فقدان السلم فقدان لكل الحقوق بما فيها حق المواطنة. فالسلام هو الحق الأول والمقصد الأعلى الذي يحكم على كل جزئيات نيته. ما هو المعيار الأمثل لقياس جودة المواطنة؟ كيف يتنزلها؟